يا اهلا يا اهلا بصديقي الاوتاكو، عدنا النهارده بالحلقه الجديده من انمي الساحر ماش. ويا صديقي اتمنى تكون اكلت كويس علشان حلقه النهارده جامده جدا. بس قبل ما نبدا عايز اقول لك على حاجه صغيره كده، عايزك تاخد لفه في صفحه الفيسبوك الرسميه بتاعتنا واللي هتلاقينا بننزل فيها كل الملخصات الجديده اول باول. اما بقى لو انت من محبين التيك توك فهتلاقي قناتنا موجوده هناك، عليها فيديوهات جامده جدا، اتمنى انك تنورني. وطبعا هسيب لك اللينك بتاع الحاجات دي كلها في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت. وطبعا برضو ممكن تتواصل معايا على الانستجرام الشخصي بتاعي وتبعت لي وهرد عليك ونتكلم عادي جدا. المهم بقى قبل ما نبدا مش هطول عليك كتير، بس طالب منك طلب صغير انك توصل المقطع ده ل 20,000 لايك، لان الفيديو اللي فات طلبت منكم 20,000 والحقيقه يعني ما كملناش التحدي. فاتمنى بقى ان اي حد بيتفرج يحط اللايك، مش هيخسر اي حاجه. وما تنساش الاشتراك بتاعك في القناه، وما تنساش كمان الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. في الحلقة اللي فاتت شفنا بطلنا ماش ما هزم سلورا ومسكو نفخه في المعركة، ومن الآخر كده عمل معاه السليمة. أما المدير فكان بيواجه الزعيم اللي استخدم سحره الزمني واستدعى جثة آدم المعروف بلقب سيد الصحراء، وكمان خلى واحد من أتباعه يتحكم فيها علشان يستخدم السحر الأسود بتاع آدم. شوف يا عم الزعيم، رغم إنك أبو ماش بس أنت في قمة البجاحة يا أخي. المهم الموضوع ان المدير ما فرقش معاه كل ده، بل بالعكس ده قال لهم يا نايانتو النهارده، وتصدى واوقف كل السحر الاسود والهجمات الخطيره اللي كان بيتعرض ليها. وعلشان كده المدير قرر يقضي عليه نهائيا وينهي لعب العيال ده. فهل المدير هيكون قد كلمته ولا ايه اللي هيحصل؟ حلقه النهارده بتبدا معانا بعد ما مدير الاكاديميه تصدى للسحر الاسود باستخدام تعويذه الفضاء الحقيقي، وبيكون العبيط نيكوريس مذهول وبيفتح بقه 3 متر من الصدمه. بس خلاص ما عادش في داعي لكل الصياح ده، لان لحظة نهايتك حانت يا نيكروس، وحرفيا بيتلاشى نيكروس اللي تمزق لنصين بسحر من مدير الأكاديمية. والزعيم بيفهم من المشهد ده إن قوة المدير اتغيرت عن الماضي، وبعد خسارة نيكروس وآدم الذي سيطر على العالم في يوم من الأيام على إيد المدير، بيقرر زعيم المنظمة إنه يواجه المدير نفسه. وبما إن الاتنين بقى عندهم نفس القوة وثلاث خطوط ومعاهم سولاجنات، فيا ترى مين هو اللي ينتصر في المعركة النهائية؟ بتشتعل المعركة بهجوم زعيم المنظمة على المدير بتعويذ التجميل الزمن، فبيصدها المدير بتعويذات الفضاء بتاعته. وزعيم المنظمه بيشغل عقله وبيحلل الوضع وطريقه سير المعركه، وبيفهم ان المدير ازال الفراغ اللي كان بيحمي بيه نفسه. وعلشان كده في لمح البصر بنشوف الزعيم اللي انتقل باستخدام الزمن قدام المدير وبيهجم عليه، بس المدير مش بيديله فرصه وبيهجم عليه ببوابه الفراغات. وفي نهايه المعركه المحتمه المدير بيلاحظ ان زعيم المنظمه قدر انه يعكس الزمن ويقف وراه مره ثانيه، وبيستغل زعيم المنظمه الفرصه وبيهجم على المدير باستخدام سحره وبيخلي خلايا في جسمه تموت حرفيا. ومع اصابه مدير الاكاديميه الزعيم بيقول له انه هيستهدف اقدامه الاثنين المره الجايه ويخليه عاجز عن الحركه. في اللحظه دي بيدرك المدير ان الزعيم بيستغل الثغرات في الهجوم وبيحولها لفرص، ده غير انه بيحتاج يستخدم تعويذه الزمن في وقت معين، وده ان دل فيدل على مقدار القوه اللي الزعيم وصل لها في اخر مره اتقابلوا فيها، وانه حاليا اتحول لوحش كاسر ولازم حد يروده. علشان كده بيقرر الزعيم انه يستخدم سحره بالكامل علشان يقطع الفضاء اللي هم واقفين فيه. وسرعان ما بيدرك المدير ان اللي عمله غير كافي علشان يمنع الزعيم من تغير الزمان وتفادي التعويذات الهجوميه. وعلشان كده بيقرر المدير انه يفرتك الفضاء اللي هم واقفين فيه بصوره جنونيه. وبعد ما بينتهي المدير من تقطيع الفضاء بيكون تعبان جدا، بس ما بيلحقش ياخد نفسه لان الزعيم استخدم تعويذته عادي وكانه مقطعش الفضاء ولا حاجه. والزعيم بيقول له ان كل اللي عمله ده مش هيقدر يوقفه، ملوش اي 60 لازمه. وللاسف المدير بيتهان حرفيا لانه ما بيلحقش يفهم اللي حصل، وبيكون الزعيم هجم عليه اصابه في نفس المكان مره ثانيه، وده بيخلي قوه المدير تنهار بسبب الزعيم وبيقاوم وبيتحدى الالم، رغم ان الزعيم بيقول له مفيش فايده من مقاومته لان فرق القوه بينهم كبير جدا. وبيكمل الزعيم ان هو مش بيهتم بنفسه وطموحاته الشخصيه ومستعد يضحي باي شيء في سبيل تحقيق اهدافه، على عكس المدير اللي بيعتني بالناس اللي حواليه ومستحيل يفضل نفسه عليهم، وان الضعفاء هم نفس الاشخاص اللي ما عندهمش انانيه. وفي النهايه بيقول للمدير ان اهلك نفسه بتضحيته من اجل الاشخاص التانيين. وبينما الزعيم على وشك القضاء على المدير اللي في حاله حرج، المدير بيغمض عينه باستسلام وبيفكر ان في اشخاص ما بيعيشوش حياته لوحده او علشان يسعد نفسه بس. وبنرجع للماضي وبنكتشف ان المدير كان مولود بجسم ضعيف جدا، وكمان قوته ما كانتش نادره جدا، وكان طفل مهمش ومالوش اي لازمه فعليا، وما عندوش اصدقاء وحالته ما يعلم بيها لربنا. وعلشان كده كان قليل جدا لما يحضر المدرسه وفقد الثقه في نفسه، وبقى جبان وخايف للناس ما تحبوش. وعلشان كده قرر انه يحلل المشكله، وبدل ما الناس يرفضوه
الدولة، المدير الكينج قرر انه يرفض الناس الاول، وبعدها بدأ يكتئب ويشوف العالم على انه شيء تافه وممل. بس وقتها قابل معلمه ادم اللي كان بيقول له معلومات غريبة عن الحيوانات في كل مرة يقابله فيها، وبيطلب منه يروح معاه للمدرسة. واستمر الوضع ده لفترة طويلة، وطبعا المدير كان بيرفض في الاول، الا ان الاستاذ كان بيجي بعدها وبيقابله مهما كان الوضع. ومرة بعد مرة المدير اتعود على المعلم ادم وكأنه شخص من عيلته، لحد في يوم من الايام سألوا عن السبب اللي بيخليه يعمل كل ده علشان حتة طفل مكتئب. فادم بيفكر شوية كده مش بيكون عارف يشرح له، بعدها بابتسامة لطيفة بيقوله انه مش عاوز يسيبه لوحده ومش اكتر. وبعد ما سمع كلام المعلم ده المدير بدأ يشعر ان حياته رجعت له مرة تانية، وبدأ يبتسم للحياة مرة تانية زي ما احنا شايفين دلوقتي. الحياة عملت مع المدير الجلاشة، بس المفيد ان المدير بيعرفه انه بيعيش علشان سعادة الاخرين، وعلشان كده مستحيل انه يسمح لاي شخص انه يأذي الضعفاء. واخيرا بيظهر المدير سحره النهائي ومهاراته السرية، وبينما الزعيم بيكون هو كمان مركز وعاوز يشوف المدير هيعمل ايه. وفي النهاية المدير بيقول له انه حتى لو خسر حياته فهيستمر في حماية الضعفاء. وبنعرف من الزعيم ان المدير بيستخدمه ده هو خلاصة السحر، وان حتى من بين اصحاب الخطوط الثلاثة فقليل منهم بينجح في الوصول لخلاصة السحر. يعني بالصلاة على النبي كده المدير جامد ومطرقع ومفيش منه اتنين. في الوقت ده المدير بيستخدم تعويذة باستخدام خلاصة السحر، فالزعيم بيلاحظ التعويذة دي، وان التعويذة دي بتستخدم قدام السيد الموجود في العصا السحرية، وبيقول في نفسه ان المدير طلع اقوى من الاول فعلا. في تلك اللحظة المدير بيقوله وهو بيصارع من شدة المعاناة، انا متأكد انك ادركت دلوقتي ان سحر سيد السماء اللي قادر انه يمحو الفراغ من المستحيل انك تهرب منه يا حشرة. فالزعيم بيقوله انت ازاي تتجرأ وتهددني وتتكلم معايا بالشكل ده؟ بس بيقطع كلامه المدير اللي بيعرفه انه طالما هو مدير الاكاديمية فهو مستعد يضحي بحياته علشان الطلاب. وبيفعل المدير التعويذة بتاعته الجبارة، وبيكون على وشك انه يمحو الزعيم من العالم ويريحنا منه. بس للأسف الزعيم بيوقف الزمن وبيقول للمدير انت كمان لازم تكون عارف ان مفيش هجوم هيأثر عليا طالما انا بستخدم سحر الزمن. وبيستغل الوضع وبيهجم على المدير وبيصيبه مرة تانية بجروح خطيرة جدا، لدرجة ان المدير بينزف دمه وهو في شدة الندم. والزعيم بيقول له انت كده خلاص بالجروح اللي فيك دي، فما تحلمش انك تعيش ليوم تاني. ولكن المفاجأة التي صدمت الجميع ان التعويذة السحرية استمرت زي ما هي، رغم ان المدير لا يملك ذرة من الطاقة وعلى وشك الموت. ومع ظهور القلق والرعب على وشك الزعيم المدير بيعرف ان التعويذة بتاعته بتستخدم القوى الحقيقية الموجودة في العصا السحرية، وان حتى لو مات الساحر في وسط ما هو بيلقي التعويذة فالعصاية هتكمل القاء التعويذة بنفسها. يعني لا مفر من الهلاك يا عم الزعيم. بينكر الزعيم اللي هو سمعه في الوقت ده وبيقول ان مستحيل يحصل حاجة شكل كده. فالمدير بيقول له خد اسمع تقيلة بقى، انا اصلا كنت بوفر طاقتي وقوتي كلها علشان استخدمها في اللحظة دي. فالزعيم بيسأله لو هو مستعد فعلا انه يعمل كل ده علشان يقتله بس. فالمدير بيقول له انه هيحوله لشرايح لحمة بتعويذته، انه مستعد يضحي بحياته مهما كانت النتيجة. والزعيم مش بيكون مستوعب ان المدير خطط للحظة دي من بداية المعركة. اما المدير فبيكون غارق في التفكير وانه لازم يحمي الجميع، وانه لو نجح في اتمام المهمة فالعالم هيتغير للافضل، وكمان لازم يحميهم لانهم ضعفاء زي ما هو كان ضعيف في يوم من الايام. وبيقرر انه لازم يوضح للطلاب مقدار حبه ليهم زي ما معلمه ادم عمل معاه في الماضي. ومع مرور ثواني معدودة المفروض ان التعويذة تتفعل ويتفرتك الزعيم لمية حتة، بس الصدمة ان تعويذة المدير بتختفي وكأنها لم تكن موجودة اساسا. وبيوقع المدير على الارض وبيستنتج من كل ده ان الزعيم عكس الزمن ومحى تأثير التعويذة، وبيقطع استنتاجه وهجوم الزعيم اللي بيوجه عليه وبيصيبه بجروح خطيرة جدا وبيخليه ينزف من كل مكان في جسمه. وحرفيا المدير بقى في حالة يرثى لها وعلى وشك الموت من شدة الجروح. بعدها بنشوف الزعيم اللي ماسك المدير من شعره، والمدير بيكون اضعف من النملة ومش قادر يتحرك. وبيتكلم الزعيم مع المدير بيقول له انه قوي جدا ولكني اقوى منك لاني بعيش علشان نفسي بس، ومش هتقدر تهزمني مهما حاولت. بنروح للمدير اللي على وشك فقدان الوعي وبيفكر في انه فشل في مهمته، وان العالم اللي كان بيحلم بيه من المستحيل انه يبقى موجود بعد هزيمته. وبيندم المدير وبيتحسر على حالته وبيبدا في البكاء. في اللحظه دي الزعيم بكل قسوه بيودعه وبيستعد للقضاء عليه. ومع بكاء المدير ولحظاته الاخيره بيظهر بطلنا ماشي اللي بيدخل دخول رايق كده وبياكل الزعيم ركله في وشه بتجيب اجله. بعدها طبعا بطلنا ماشي بيكون بيجري في الهواء علشان ما يقعش، وهو مش في دماغه اي حاجه ومطريها على الاخر. والزعيم بيفضل ساكت ومش فاهم ماشي بيعمل ايه وبيجري كده في الهواء ازاي من غير سحر. فالمدير بيكلمه بيقول له يخرب بيتك انت بتعمل ايه هنا هلا، ده الزعيم بيعمل كل ده علشان عاوز يخطفك ولازم تهرب دلوقتي. فماشي بيقول له مع كامل احترامي يا عم الحاجة، بس انا اتربيت على الاصول واني لازم احترم الكبار، فيا ترى ايه اللي هيحصل ماشي وباقي الطلاب؟ وهل هينجح ماشي في انه يتخطى جميع المشاكل
المشاكل دي بنجاح ولا ايه اللي يحصل مع بطلنا؟ كل ده اكتر نعرفه المرات الجايه بمشيئه الله. ولو كنت وصلت لهنا يا صديقي ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه بقى، عايزين نوصل المقطع ده ل 20,000 لايك، مش هقول لك تاني. ويلا دمتم في رعايه الله، كل سنه وانتم طيبين. سلام.